السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتكلم عن بداية البوابات لما فتحت مخيم النار، يعني كانوا أسرع في احتلال البوابة. وبكذا كانت لهم الأفضلية في رمي العلم من هذه الزاوية اللي تكلمنا عنها طبعا، وقدروا يأمنون الخطر اللي لو حصل من مخيم الرياح وبنى قبله كان ممكن تقلب عليهم أشياء كثيرة ويحصرون القتال في منطقة معينة، وبتكون هي نقطة قوة اللي هو مخيم الرياح. كون قوته وين تكمن؟ في تكتل المملكة في منطقة معينة مع جودة اللاعبين والمسيرات اللي عندهم. وكان أيضا ممكن تكلف مخيم النار الكثير، فقدر مخيم النار أنه يحتوي هذه الإشكالية من هنا. مخيم الأرض والماء صراحة أظهر الأرض قوته بالكامل، يعني اتضح لنا أنه كان متحفظ على قوته إلى هذا اليوم. ففعلا هو نجح تكتيك مخيم النار باستهلاك أو باستنزاف اللي هو مخيم الماء وتسليمه للأرض الذي قدم لبلاد الملك وهو متعافي، يعني ما هو ناقص أي شيء أبد، أنت مرتاح من بداية الكيبكي تلعب خفيف، يعني ما هو بكامل مستواك كالأرض تمام. فلذلك الآن اتضح أمامنا العدد الكبير مثل ما انتم شايفين الآن، وهذا اتضح لنا بعد غياب كبير وواضح وفاضح أيضا لمخيم الماء. انكشفت جميع الأوراق هنا، لاحظ كيف أعداد الماء يعني ظهرت في أول الدقائق من بلاد الملك وبعدين قلت فيما بعد ذلك، يعني أصبحت قليلة. فقام الأرض يعني يضغط عليهم لين وصلهم إلى المعبر، معبرهم هم كالماء، يعني فعليا أعداد الماء ما كان لها ذاك التأثير الكبير على الأرض أبدا. بانكاي. مخيم الرياح مع النار، الصراحة مخيم النار عنده نقطة خلته يتفوق في المواجهة مع الرياح كبداية، ألا وهي العدد. فكان يقدر يتحكم بمجريات الحرب يعني مثل ما هو يبغى صراحة، ويقوم بتسيير مسيرات الرياح كيفما شاء يعني في أكثر من مكان. لكن تعاطي مخيم الرياح مع مخيم النار بهذا التكتيك لا، كان سريع مؤثر وممتاز، وردة الفعل يعني 10 على 10. أنا أراهن لو مخيم النار يعني كان بعافيته بكامل عافيته، طبعا هو داخل وكأنه يقول هذا النفس الأخير عندي هنا، كان الأمور راح تفرق مع مخيم النار صراحة لصالح النار. طبعا اللي سواه مخيم النار ما هو بسيط، يعني حرب من بداية من يوم نزل على الخريطة من معبر 4 إلى الآن بدون توقف، وفوقها بعد شال عبء المواجهة أمام مخيم الرياح الصعب واللي هو الأقوى والأبرز في هذا الكيفيكي. ضربة مخيم الرياح ما هي بسيطة، يعني حتى النشاط ما وقف ما شاء الله تبارك الله، بدليل الصباح يعني الآن، يعني اللقطات اللي أمامكم هي مأخوذة في صباح اليوم. لاحظ العدد، لاحظ التفاعل، لاحظ الضرب في كل مكان. بمعنى آخر لو مخيم الماء لعب دور دفاعي بحت وصمد وقاوم الأرض وحافظ على أراضيه، يعني في اليوم الأول بس ما نبغى نقول اليوم الثاني، بس اليوم الأول مخيم الرياح
بيحسم الكذا كيبل كامل، مع كامل احترامي لمخيم النار على هذا المعدل اللي قاعد يلعب عليه الرياح الآن. فتخيل الآن وأنا أغطي لك الحدث في صباح هذا اليوم، متبقي 4 إلى 5 أعلام ويتم إقصاء تحالف الدبليو الرئيسي طبعا لأبو هند اللي هو من مخيم النار، وراح تتعقد العملية أكثر على مخيم النار. لكن باعتقادكم أنتم الآن على هذا المعدل الذي نراه الآن، هل تم حسم الكذكاء بنسبة كبيرة لصالح مخيم النار والأرض، ولا راح تكون عندنا معادلة مختلفة غير متوقعة لبلاد الملك؟ اليوم راح يتضح لنا كل شيء. اليوم هو يوم الحسم، اليوم هو بمثابة وضع النقاط على الأحرف لهذا الكذكاء. مستمرين معاكم بالتغطية ويعطيكم العافية على المتابعة، نراكم على خير، في أمان الله.